الحمد لله. بتقول أختي شافت إن السماء كلها غيوم، والغيوم على شكل بني آدمين وشوش بس، وكانت الدنيا ليل. لقيت نفسها وناس تاني بتحضر فرح لعريس وعروسة متعرفهمش، وكان وسط بيوت نصارى، وكان في ناس بترقص مع العريس والعروسة. وبعدين لقيت حد بيقول لها: انتم مدعين من الله انكم تحضروا فرح في السماء، يعني الفرح في السماء. طيب طبعا هي رؤية عامة. طبعا السماء ما تكون فيها غيوم والحاجات دي، وفيها وشوش البني ادمين جايه بالشكل ده، يعني بيكون في قيل وقال بيحصل، وكلام كتير جدا جدا صعب. عارفين اللي فتره كده هيبقى البلد فيها اشاعات كبيره جدا جدا هتحصل، وهتجتاح البلد قوي قوي لدرجه كبيره، لدرجه انها تاثر على الكل. بس هي كلها جايه من الاشاعات، اشاعات تقيله ومغرضه، والكل هينساق وراها. طيب هنا بقى كمان ذكرت المسيحيين والعريس والعروسة، وقالت الجزئية دي، فأنا شايفاها فرح في السماء مع إن في غيوم. فطبعا هي رموز كلها جاية فيها إشاعات مغرضة بتحصل، وفي نفس الوقت في أمر بيحصل برضو. يعني مش عايزين ندخل في حتة كده، عارفين اللي هو بيقول إيه، يعني حد هيدعي فعلا القيل والقال، وفتن هتحصل كاذبة، فتنة هتحصل من كأنها طالعة من أشخاص مسيحيين، بس كل ده هيكون على كذب، كذب هيكون بالكذب والرياء، مجرد وقيعة عشان تحصل وقيعة تقيلة. والله أعلى وأعلم.